شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها بالشهوات حتى تغلبك؟ ألا فقد جهلت؟ فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة، وثمراتها مواجدها. مواجدها يعني الأشياء التي تجدها. طيب شو الأشياء التي تجدها؟ فالعين ثمرتها الاعتبار. يعني هو يريد أن يقول أن الإنسان، هي آخر فقرة ذكرناها، أن الإنسان إذا تعود على الشهوات تضعف نفسه فتغلبه نفسه، وبالمقابل إذا خالف الشهوات تقوى شجرة الإيمان في قلبه فيجد المواجد، بمعنى ينتفع بما تجده العين من اعتبار. وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. في ناس عبر رب العالمين سبحانه وتعالى تمر عليهم مرور الكرام، عبر تمر عليهم لا يعتبرون بها، وفي ناس يعتبرون بالكلمة أحيانا يسمعونها. فهؤلاء تمر عليهم العبر، فإذا كانت قلوبهم طائعة فإنهم ينتفعون بالمواجد. هاي المواجد يعني إذا وجدت عينه عبرة ينتفع، إذا سمعت ووجدت أذنه عبرة ينتفع. فالإنسان المؤمن التقي إنسان رقيق شفاف، كل شيء له، كل شيء حوله يجد فيه آية تدله على عظمة الله سبحانه وتعالى. كل شيء يصير عنده حساسية. أما إذا كثرت الذنوب وغلبته الشهوات لا يعتبر، يجد المعجزات أمامه لا يعتبر. مثل ما المعجزات قال مرت على ألوف من الناس وكبهم الله على وجوههم في جهنم. في ناس رأوا المعجزات، أبو جهل رأى المعجزات بعينيه، أبو لهب رأى المعجزات بعينيه، أمية بن خلف رأى المعجزات بعينيه. فهؤلاء شو مشكلتهم؟ المشكلة أن مخالفة الهوى عندهم ضعيفة جدا، فالهوى يسيطر عليهم ويتحكم بهم. فرأوا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حاضرة، مع ذلك ما حملوها من أرضها. قال: فالعين ثمرتها الاعتبار، والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن، واللسان ثمرته الذكر، واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات. فإذا جف القلب سقطت ثمراته. مو اللسان له ثمرة، واليد له ثمرة، والعين له ثمرة، والأذن له ثمرة، اليدان لهما ثمرة. فإذا كان القلب جافا لا تعطي هذه الأعضاء ثمرتها. إذا كان القلب جافا لا ينتفع الإنسان بالسمع، ولا ينتفع الإنسان بالبصر. الله سبحانه وتعالى قال: لهم أعين لا يبصرون بها. هم يبصرون ولا ما يبصرون؟ يبصرون، لكنهم يبصرون فلا ينتفعون بما أبصروه. فالله سبحانه وتعالى نفى عنهم أصل البصر. يعني الله عم يقول عن الكفار: لهم أعين لا يبصرون بها. أنت بتطلع على الواحد منهم لا يبصر؟ قال: نعم يبصر لكن لا ينتفع بهذا البصر. فأنت إذا خلق الله عز وجل لك بصرا وأنت لا تنتفع به، كأن هذا الإنسان شو؟ أعمى. إذا الإنسان له سمع ولا ينتفع به كأنه أطرش. إذا الإنسان له يد ولا ينتفع بها كأنه أبتر، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ما نفى عنهم أصل وجود الحاسة، لا، الحاسة موجودة، لكن الحاسة لما كان القلب جافا تعطلت وما نفعت شيئا.
يعني مثل إذا إنسان عنده سيارة جديدة بكل مواصفات الراقية لكن ما فيها بنزين، إذا ما فيها بنزين لا الدولاب بيمشي ولا المحرك يقلع ولا شيء، ما بتنتفع بالسيارة، صح ولا لا؟ فبدك البنزين تبع الوقود، الطاقة تبع الأعضاء من سمع وبصر وأيدي ورجل هو القلب، فإذا كان القلب جافا تعطلت هذه الثمرة. وهذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمعول كله على حركة القلب المحرك للأعضاء. قال إذا 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 أصبح الإنسان فالأعضاء كلها جنود لهذا الملك وهو القلب، القلب واللسان. تقول الأعضاء للسان: إنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. فإذا كان القلب منحرفا كيف تعطي اليد ثمرتها وأكلها؟ كيف يعطي السمع ثمرته وأكله؟ تمام يا أخوتي الكرام. ولا تكن كالعليل، قال: فإذا جف القلب سقطت ثمراته، فإن أجدب فأكثر من الأذكار. طيب أنا شو بيعرفني أنه قلبي جاف ولا لا؟ تمام؟ بالعكس، في آيات كان الصحابة يقرؤونها يغشى على الواحد منهم. نحن بنقرأ أكثر الآيات تخويفا في القرآن ولا نتأثر، إذا معناته في إشكال في القلب. قال: تعالج القلب بالأذكار، أن تواظب عن الأذكار، أن يكون لك ورد مستمر في الأذكار، لا تقطعه بأي شكل من الأشكال. والعلماء يقولون ليس السر في الذكر، السر في المواظبة على الذكر. كثير ناس بتذكر، يعني بيسمع خطبة عن الأذكار بيواظب أسبوع بعدين يترك، ما في مواظبة. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. قالوا سيدنا داود عليه السلام كان له، سيدنا سليمان كان له جلسة ذكر يوميا بعد الفجر إلى الظهر، قال ما قطعها في حياته. يعني أنت لما بدي يكون عندك سؤال، أنت في يوم من الأيام تترك الصلاة؟ ما في يوم تترك الصلاة ولا بأي شكل من الأشكال. لابد أن يكون ارتباطك بالورد كارتباطك بالصلاة. يعني أنا عندي يوميا ورد بعد صلاة الفجر، لازم مهما كانت الظروف قاسية، إذا بصير زلزال، إذا بصير حالة مرضية، مهما كان الأمر لا ينبغي للإنسان أن يتخلى عن الورد. الورد هو حصن الإنسان. فإذا كانت القلوب شديدة وقاسية يحتاج الإنسان فيها إلى الذكر. قال: فإن أجدب فأكثر من الأذكار، ولا تكن كالعليل يقول: لا أتداوى حتى أجد الشفاء. فيقال له: لا تجد الشفاء حتى تتداوى. ويقول: لا أتداوى حتى لا ألاقي الشفاء. بنقول له: لا تجد الشفاء أصلا حتى تتداوى. فالجهاد ليس معه حلاوة، وما معه إلا رؤوس الأسنة. الجهاد شوفي رؤوس الأسنة، سيوف ورماح. فجاهد نفسك، هذا هو الجهاد الأكبر. واعلم أن الثكلة هي الأم التي فقدت ولدها، ثكلت به، أضاعته. لا عيد لها، بل العيد لمن قهر نفسه. لا عيد إلا لمن جمع شمله، صلى الله عليه وسلم. جاز بعضهم على دير راهب فقال: يا راهب، جاز مر على دير أحد الرهبان، متى عيد هؤلاء القوم؟ قال: يوم يغفر الله لهم. هذا المعنى اللي نحن كل سنة منقوله على المنبر: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شو الفائدة إذا كنت لابس جديد وربك عليك ساخط؟ شو الفائدة؟ ما الفائدة إذا إنسان لبس الجديد وركب الجديد وذاق ألذ أنواع الأطعمة، ولكن الله تبارك وتعالى تخلى عنه، كتبه في ديوان الأشرار، يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما الفائدة إذا كان الإنسان يلبس جديدا وكان مسرورا وله مكانة اجتماعية وله علاقات قوية مع الجوار وله أصدقاء كثر وله معارف أينما هب ودب، ولكنه لا يعرف الله، ربه عليه ساخط، لم يجمع شمله، فرق الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها.
ما مثالك مع نفسك إلا كمن وجد زوجته في حانة خمار فأتاها بالملابس الحسنة والمآكل الطيبة. يعني هو وجد زوجته في معصية، بدل أن يكفها ماذا فعل؟ كافأها. إنسان والعياذ بالله وجد زوجته في مكان فيه خمر وحرام وزنا، فأتى لها بالثياب وكافأها. كان ينبغي له أن يحاسبها، أن يعاقبها، لا أن يكافئها. قال هكذا الذي يلبس الجديد في العيد، لازم هذه النفس لابد من معاقبة لها قبل أن تكافئها. يعني إنسان مثلا، إنسان ما بيصلي التراويح، لشو لابس لباس العيد؟ مضبوط ولا لا؟ نقول له شأنك كمن وجد هذه المرأة في حانوت خمار فأتاها بالثياب والورود هدية. إنسان طول شهر رمضان ما صام ولابس لباس العيد ومتطيب، يعني ليش لابس لباس العيد؟ هؤلاء عيدهم يوم يغفر لهم. فلاحظ المثال كثير خطير. المثال ما مثالك مع نفسك، يعني مع نفسك إذا كانت منحرفة عن الصراط المستقيم. ما مثالك مع نفسك إلا كمن وجد زوجته في حانة خمار فأتاها بالملابس الحسنة والمآكل الطيبة. كان ينبغي عليه أن يعاقبها، كان ينبغي عليه أن يحاسبها، كان ينبغي عليه أن يضغطها لا أن يكرمها. فنحن نعصي الله بنفوسنا ثم بعد ذلك نكرمها. مثل لما بتروح أنت على واحد كما قلت لك جاي من الحج، هي عادة موجودة في دمشق، يعني بيكون جاي من الحج بتفوت لعنده لابس قلابية بيضة والله يعزكم شحاطة بيضة وطائية بيضة. ليش؟ يعني لشو لماذا تفعل هذا الفعل؟ تظن أنه غفر لك؟ يعني ينبغي أن تكون خائفا على نفسك. خلاص ينبغي عليك أن لا تفرق الحاج عن غيره. مرة زرنا شخصا أبدا لابس أبيض لباس كامل كأنه ملائكة، أول مرة حياته بيلبس أبيض وما بيلبس أبيض. لماذا؟ يعني ما الدوافع التي دفعتك تلبس الأبيض؟ كأنك تقول للناس رجعتك يوم ولدتني أمي. إيه هذه أبو بكر الصديق لا يستطيع أن يظنها في نفسه رضي الله عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب لو أدخل رجلا الجنة لما أمن على الأخرى أن تدخل. فلماذا تحسن الظن بنفسك؟ هذا تحسين الظن بالنفس يقود الإنسان إلى حتفه. الله قال قد أفلح من زكاها. أنت هل زكيت نفسك؟ الدين مو بس لباس وليس شكلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يجعلنا من أهل القلوب السليمة. طيب بيقول لك واحد يعني سمعان هالمثال من شيخنا الشيخ حسان الهندي الله يحفظه، بيقول له فلان أحسن من لحيتي أنا. أي مين أنت؟ يعني ليش حاط حالك أنت هيك على الرف لحالك؟ إنه يعني كأنه شغل كبير، يعني مو أنا هو أحسن من دقني أنا. معناته أنت معتد بنفسك كثيرا. بيقول لك فلان أحسن مني. ها إيه، هاي مقدمة طبعا، هو بدي يحكي عليه، هاي مقدمة للغيبة. بيقول لك فلان أنا ما بدي أحسن مني، هاي الكلمة حكاها وبعدها نسأل الله العفو والعافية بنشر عرضه للزلمة. بيقول لك أحسن من دقني أنا من دقني أنا، يعني كأنه هو الأصل وهو المقياس، وهو إذا كان أحسن منه معناته هو أحسن من البشرية كلها. شو هالثقة هاي بالنفس؟ ما هاي الثقة بالنفس في غير محلها. طبعا نحن مطالبون أن يكون الإنسان مجدا، لكن أنت محسن الظن بنفسك كثيرا. قال وإذا تركت الصلاة أصبح يطعمها الهرائس والألوان. يعني يريد أن يقول هي تعصي وهو يكرم. بقي بعضهم 40 سنة لا يحضر الجماعة لما يشم من نتن قلوب الغافلين. يعني هم ما قالوا العلماء لو كان للمعاصي روائح لما استطاع الإنسان أن يجالس الناس طبعا وهو من الناس. تمام. الحمد لله أن رب العالمين ستير، والنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول إن الله حيي ستير، يحب الحيي الستير. الحمد لله اللي الله بيستر. والله أحيانا واحد منا الله يسترنا بيفلت فلت بالبيت، بيقول لك الحمد لله اللي ولا واحد من المصلين بالجامع بيعرف شو صار معي بالبيت، وإلا بيبطل يصلي خلفك. أعرف شخص دائما مسرور بيضحك بيمزح. البارحة جمعني مجلس أنا يعني وهو وسلم علي، بعدين إجت زوجته بعده مباشرة قالت لي والله ما تهنينا ولا يوم في رمضان.
رمضان كله شقاء، غضب غضب غضب، الذي نحن ما بنحكي معه، لا نسي له لا بحق ولا بباطل، لكن يوميا بفش قلبه فينا، بيدخن هو بس يأذن المغرب بيدخن سيجارة ينقلب إلى إنسان آخر. قال قلت له هاي زوجته عم تقول له شايف قديش ما أصغرها مجننيتك هاي السيجارة، قالت لي أبدا اليوم 23 رمضان 24 رمضان والله ما تهنينا في يوم. قالت لي عم يضحك مع الناس ومبسوط مع الناس وقلبه طيب مع الناس وبيتصدق على الناس لكنه معنى سيء جدا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، شو الفائدة إذا بتصوم؟ قالت لي والله كأنه يصوم لي، كأنه نحن مكلفينه بالصيام، يا أخي روح أفطر خلص ريحنا. قالت لي ولا يوم ولا يوم، قالت لي أنا أحيانا من قهري أفطر بعد أذان العشاء، لا أستطيع أن أجلس معه على المائدة من شدة ما يؤذينا، صح ولا لا يا أخوانا؟ فالله الحمد لله لله ساترنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين، فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين، فمن علي يا راحمي فما لي سواك إله معين، فما لي سواك إله معين، فما لي سواك.